أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتحدث عن أكبر عملية إذلال للموظفين في صنعاء. قيادي حوثي يبني منزله داخل أسوار جامعة ذمار. اليابان تخطط لصناعة سفن تبحر بدون طاقم. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس، قرية سويسرية تمنع السياح من التقاط الصور. أهلا بكم. في الوقت الذي يعيش فيه اليمنيون مرحلة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخهم، حيث لا يقوى نحو 9 ملايين شخص على العيش بدون مساعدات، يظهر الثراء الفاحش لدى قيادات ميليشيا الحوثي كأبرز ثمار انقلابهم على السلطة. يضيف موقع الموقع بوست في تقرير خاص، حين تعبر شوارع صنعاء الرئيسية والأحياء السكنية ستلاحظ عشرات إن لم تكن مئات المشاريع التجارية استحدثت وافتتحت، وستلاحظ في نفس الوقت مشاريع مشابهة يجري استحداثها وبناؤها. وهذه المشاريع تتمثل في محطات نفطية جديدة وعشرات محطات الغاز التي انتشرت بشكل كبير وملفت ومحلات الصرافة. ويقول عدد من تحدثوا للموقع إن ملكية هذه المشاريع تعود إلى عناصر ميليشيا الحوثي أو موالين لها، ويتم إنشاؤها من رواتب الموظفين التي توقفت ونهبها الحوثيون. وفي موضوع ليس بعيد عن سابقه، يعنون موقع يمن مونيتور البطاقة السلعية أكبر عملية إذلال للموظفين بصنعاء، طوابير طويلة وبضائع منتهية. وعلق الموقع، تورطت عشرات من مراكز التسوق بالعاصمة مع تجار داعمين لجماعة الحوثي في أكبر عملية استغلال وابتزاز للموظفين في القطاع العام والمختلط. وتأتي عملية الابتزاز هذه تحت مسمى نظام القسائم أو نظام ما يعرف بالبطاقة السلعية، حيث يتم بيع السلع بزيادة كبيرة عن أسعارها في الأسواق المحلية. وحذرت جمعية حماية المستهلك من وجود بضائع منتهية تباع في هذه الأسواق، وفي بلاغات للجمعية تلقى يمن مونيتور نسخة منها، حيث أفادت أن هناك سوء تخزين لكثير من السلع أدى إلى تلفها. في أفواه اليمنيين سؤال صعب، وفي أذهانهم إجابات ملتبسة. هل انفصال الجنوب عن الشمال وارد؟ هكذا بدأ حسن العديني ما قاله في صحيفة الخليج، مضيفا في أجزاء منه. علت نبرة السؤال منذ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الشهر الماضي، وعادت الأجوبة تذهب بالتشاؤم إلى تقطيع البلاد إربا صغيرة. وهذا بالضبط ما يطمئن إلى إجابة واحدة قاطعة، وهي استحالة الانفصال. أولاً لأن اليمنيين لا يريدونه، وثانياً لأن الجوار يخشى تداعياته، كما أن العالم لا يشجع عليه. إن اليمن ليس جزيرة معزولة ومعلقة في فلك الكون، إنها رقعة مهمة على خريطة الشرق الأوسط، تلاصق الكنز الكبير للطاقة وتطل على ممر مائي يصل البحار والقارات، وتكاد تمثل مركز العصب الحساس في المنطقة التي تدور عليها المنافسة. وذلك يكفي لأن تمنع الدول المجاورة أي جنون قد يؤدي إلى تمزيقها. قبل ذلك، فإن تقسيم اليمن مرفوض وطنيا برغم مظاهر قد توحي بقراءة سلبية، في حين أنها لا تعبر عن رغبات حقيقية بقدر ما تمثل شارات احتجاج على ممارسات صاحبت مسيرة الوحدة خلال أكثر من ربع القرن. ومن المهم أن نتذكر أن الذين أعلنوا المجلس الانتقالي جاءوا من قلب الحركة الوطنية ومن الجيش الذي تخلق في وهج الكفاح ضد الاستعمار. وكانت الوحدة الوطنية مطلب الحركة الوطنية من بواكير نضالها لانتزاع الحرية من المستعمر في الجنوب واسترداد الكرامة من الطاغية في الشمال. وقد جسدت إيمانها بالوحدة في بناها التنظيمية وفي كفاحها المشترك بالشمال والجنوب. ولم يكن في حسبان أحد أن تقوم جمهوريتان بعد الاستقلال لولا أن الرياح حركت الأشرعة في اتجاهات أطاحت الحلم.
فقام انقلاب يميني في صنعاء نوفمبر 67 وتسلمت الجبهة القومية يسارية التوجه الاستقلال في عدن، وبدا استحالة التفاهم بين النقيضين. ثم نشأت الصراعات داخل النظامين وبينها، فتتابعت الانقلابات والحروب الشطرية حتى يناير 1986 عندما اطمأنت صنعاء إلى أنها ستتوحد مع شريك ضعيف. ليس حبا في التعليم ولا إخلاصا للعلم، إنما لشأن آخر، يعلق موقع المشاهد نت في أحد أخبار صفحته الرئيسية. قيادي حوثي يقوم ببناء منزله في سور جامعة ذمار. يقول الموقع: قام قيادي حوثي بالاستيلاء على مساحة من أرض تابعة لجامعة ذمار بتواطؤ مع رئيس الجامعة المعين من قبل جماعة الحوثي. وأشارت مصادر أكاديمية وفقا للموقع إلى أن الأرض التي تم البناء عليها تمتلكها الجامعة، حيث تم هدم جزء من السور وبناء منزل لقيادي حوثي يدعى أبو طارق. وبيّنت تلك المصادر أن رئيس الجامعة لم يحرك ساكنا منذ عدة أشهر، حيث تم الانتهاء من بناء المنزل بشكل كلي. في حي واحد وسط مدينة تعز وصل حجم الدمار إلى 300 منزل وعشرات الضحايا من المدنيين حصيلة جرائم الانقلابيين. سبتمبر نت نفذ في حي الدعوة أحد أحياء المدينة المحررة الواقعة شرقي المدينة جولة رصد فيها حجم الدمار الذي خلفته الميليشيا الانقلابية في قصفها المدفعي والصاروخي الذي يطال معظم الأحياء بشكل شبه يومي. وتعرض حي الدعوة قبيل تحرير قوات الجيش الوطني له من سيطرة الميليشيا الانقلابية لقصف عشوائي عنيف ومكثف، ومواجهات عنيفة استمرت لعدة أشهر وخلفت دمارا كبيرا وهائلا. وتحدث عدد من ساكني الحي لسبتمبر نت أن ميليشيا صالح والحوثي فجرت عددا من منازل المواطنين بالعبوات الناسفة قبيل انسحابها، فيما لا تزال عشرات الألغام الفردية مزروعة في عدد من منازل الحي. وحول عودة النازحين قالوا إن الظروف لا تشجع حاليا على عودة العائلات إلى الحي على الرغم من استعادته من قبل قوات الجيش الوطني. تابع الموقع أن قوات الجيش حذرت الأهالي من دخول المنازل في حي الدعوة إلا بعد التواصل مع مسؤول عسكري، لأن معظم المنازل غير آمنة. استبداد من رحم المظلوميات، تحت هذا العنوان كتب معاذ القرشي مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال في جزء من المقال: ليست هناك دراسة معمقة عن حركة الحوثيين على الرغم من وجود متخصصين كثيرين في دراسة الجماعات الدينية ونقد فكرها الديني والسياسي، إذ لم يظهر قيادي حوثي واحد ليخبرنا طوال سنوات الحرب عن موقف الجماعة من الديمقراطية والتعددية السياسية والانتخابات. ومع ذلك ظلت تلك الوسائل تتعامل مع الحركة بوصفها مظلومة ومقموعة، ويجب إيصال رسالتها إلى العالم حتى تنال حقها في الحرية. ساعد في ذلك صراع أجنحة السلطة التي صنعت حرب صعدة أصلا. نجحت حركة الحوثيين في خداع الشعب اليمني مرتين، مرة وهي تقدم نفسها كحركة مظلومة ومستهدفة في مران وباقي مناطق صعدة، ومرة أخرى وهي تقدم نفسها مخلصا للشعب من الجرع السعرية الحكومية والمطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تلك المخرجات التي كانت حركة الحوثيين أول من انقلب عليها هي وشريكها في الانقلاب صالح. لقد توحشت حركة الحوثيين التي ادعت المظلومية سنوات حتى أعلى أفرادها، بل إنها توحشت على وسائل الإعلام التي كانت تنقل مظلوميتها طوال سنوات الحروب الست في صعدة، إذ أوقفت تلك الصحف ومنع نشرها وسرح العاملون فيها والذين كانوا يحررون أخبار مظلومياتها. وهذا السلوك وإن بدا غريبا، إلا أنه يعبر عن الجماعة كما هي من دون خداع ومن دون مساحيق تجمل وجهها القبيح. فلا توجد جماعة دينية في التاريخ تحترم الاختلاف أو تؤمن بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهنا نستطيع أن نقول إن أبشع أنواع الاستبداد يولد من رحم المظلوميات. حتى محاربة الفساد الذي كان شعار الجماعة في مسيرتها أصبح سلوكا ممنهجا تمارسه الجماعة وهي تستقوي بالسلاح.
مشكلة التنظيمات الإرهابية في اليمن هي أساساً اقتصادية، وما يجري الآن سببه عدم توفر فرص عمل للشباب. يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي اليمني بجامعة صنعاء الدكتور طاهر الفسيل في رد على سؤال لمراسل ارفع صوتك حول كيفية تجفيف منابع الإرهاب اقتصادياً في اليمن، وتابع: الجماعات الإرهابية وفقاً للتجارب المحلية والإقليمية تظهر في المجتمعات أو المناطق الفقيرة التي تخلو من التعليم وأبسط متطلبات الحياة المعيشية. إلى ذلك يقول سعيد عبيد، وهو خبير يمني في شؤون تنظيم القاعدة، إن الجماعات الإرهابية في اليمن لم تعد في الوقت الراهن بحاجة إلى تمويل خارجي لديها اكتفاء مالي لبضع سنوات. وفي هذا السياق يضيف سعيد للموقع، إن الجماعات الإرهابية جنت ملايين الدولارات من خلال سيطرتها على أجزاء واسعة في محافظة حضرموت لمدة عام. وقال أيضا: نحن بحاجة إلى استراتيجية عامة لتجفيف منابع الإرهاب، بحاجة إلى دولة حقيقية واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني. عدم تحسن الوضع المعيشي والفقر يغذي الجماعات الإرهابية ويطيل عمرها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. رمضان واليمن بلا كهرباء. تحت هذا العنوان نقلت صحيفة العربي الجديد معاناة مواطني المناطق الساحلية منذ بدء الصيف واستمرار انقطاع الكهرباء منذ منتصف إبريل الماضي، والحرارة تزداد شيئا فشيئا حتى وصلت إلى أعلى مستوى خلال شهر رمضان المبارك، وهذا ما جعل الناس في جحيم. هذا ما نقلته الصحيفة عن أحد سكان مدينة الحديدة الذي أضاف: إن التيار الكهربائي لا يصل أبدا إلى جميع مديريات محافظته منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، كما لا يستطيع أغلب السكان توفير البدائل كالمراوح وألواح الطاقة الشمسية لعدم امتلاكهم المال الكافي لشرائها، فيضطرون إلى افتراش الأرض ليلا والتعرض المستمر للهواء. إهمال الحكومة الشرعية لمدينة الحديدة هو ما استنكرته أماني إحدى ساكنات مدينة الحديدة للصحيفة، ووصفته بالتخاذل، متسائلة عن سبب الحرص على توفير كهرباء لعدن وترك محافظة الحديدة للمعاناة. ما الفرق بين المواطن في الحديدة أو في عدن؟ أليسوا بشرا كلهم ويعانون من الحر؟ لماذا يجري تجاهل الحديدة؟ وفي المقابل نقلت الصحيفة عن إحدى المواطنات في مدينة عدن قلقها من استمرار انقطاع الكهرباء في مديريات مختلفة دون إيجاد حلول كلية، مؤكدة وجود تحسن ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. في صحيفة الخليج عنوان بارز بخصوص امتحانات طلاب اليمن: موعدان لامتحانات طلاب الثانوية العامة في عدن وصنعاء. قالت التفاصيل إن وزارة التربية والتعليم اليمنية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن أعلنت أن موعد اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017 ستجرى في 9 يوليو، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين بصنعاء قبل أيام بدء اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي السبت الموافق 8 يوليو المقبل، يليها يوم الأحد 9 يوليو امتحانات طلاب المرحلة الأساسية في المحافظات التي يسيطرون عليها. وفي مدينة عدن ذكر رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور صالح الصوفي أن عدد المتقدمين للاختبارات الثانوية العامة لهذا العام بلغ 96,000 طالب وطالبة على مستوى 12 محافظة محررة. وأوضح أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها على طلاب محافظات عدن، لحج، أبين، الضالع وتعز يوم الأحد القادم، حيث تم توزيع أرقام الجلوس في المحافظات الشرقية ومارب والجوف في الفترة الماضية. وأوضح أن الوزارة اعتمدت على النظام الجديد المتعلق بالمعدل التراكمي الذي يحصل عليها الطالب على معدلين تقييميين من المدرسة والوزارة والمقدر ب50%.
العودة إلى مرحلة جلد الذات، تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقالا عاتب فيه أولئك الذين يدعون إلى التخلي عن قومية العرب واعتبارها سببا في المشكلة. وقال المقالح: هناك من الحقائق الساطعة ما لا يحتمل اللبس والخلط ولا يخضع للتحريف والتزوير، كحقيقة انتماء سكان الوطن العربي من المحيط إلى الخليج إلى الهوية العربية، مع استثناءات لا تكاد تذكر لأقليات تدعي أن لها هويتها الخاصة. والدافع إلى مثل هذا القول الذي يدخل في باب تحصيل الحاصل ما بدأنا نقرأه على وسائل التواصل وفي بعض الصحف فاقدة الهوية من هجوم حاد ومرير على العروبة ومن أصحاب أقلام مغمورين وفاقدين لأبسط مقومات المعرفة الوطنية والقومية، والذين أعادوا أو كادوا يعيدون القراء إلى مرحلة جلد الذات التي شهدتها الأمة بعد نكسة 5 يونيو حزيران 1967 التي أخرجت كتاباً وشعراء من سراديب الغفلة، وبدأوا يومئذ يشكلون جوقة لا تنقصها الطبول والمزامير تحترف البكاء على العروبة والوقوف على قبرها. إن مشكلة هذا النفر من حملة الأقلام المسترسلين في التهجم والسخرية من العرب والعروبة أنهم لا يقرؤون التاريخ، تاريخنا العربي أولاً ولا تاريخ الأمم الأخرى ثانياً، القديم منه والحديث. وما أظنهم توقفوا عند الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين شهدتهما أوروبا وفقدت فيهما عشرات الملايين، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالمدن والمصانع وأعاد بعض شعوب تلك المنطقة إلى مرحلة الصفر كألمانيا مثلاً. واللافت أن لا أحد من الكتاب الألمان أو الفرنسيين أو الإنجليز قد خرج على مواطنيه يتبرأ من قوميته أو يتخلى عن هويته، وكانت الكتابة كما كان الوقت كله للبناء وإعادة ما دمرته الحرب وتحدي آثارها. هيمنت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا على الصحف البريطانية الصادرة السبت، إذ تناولتها في تغطيتها الخاصة وفي افتتاحياتها وفي مقالات الرأي. ففي صحيفة الغاردين التي تصدر صفحتها الأولى مقال لهيذر ستيوارت المحررة السياسية للصحيفة بعنوان من الغطرسة إلى المهانة، قالت الكاتبة إن تريزا ماي التي هذبتها نتيجة الانتخابات اعتذرت أمس لزملائها في الحزب لإهدار أغلبية حزب المحافظين بمقامرة خاسرة لإجراء انتخابات عامة مبكرة اضطرتها نتيجتها إلى اللجوء إلى الأحزاب الاتحادية في إيرلندا الشمالية. وأضافت أن زيادة كبيرة في التأييد لحزب العمال وزعيمه جيرمي كوربن وسياساته المناهضة للتقشف أدت إلى تراجع حزب المحافظين وتركتهم عاجزين عن تشكيل حكومة أغلبيتها أو حكومة أغلبية بمفردهم. وقالت إن اعتذار ماي جاء بعد أن غضب حزب المحافظين من تصريح سابق لمقر رئاسة الوزراء لا يقر بالنتيجة الكارثية التي باءت بها الانتخابات التي نادت بها ماي. وفي صحيفة الراي من الغارديان نجد مقالا لجابي هينسليف بعنوان ماي لن تنجو، وتقول هينسليف إنه من الصعب التفكير في سقوط أكثر دويا وفي غطرسة أكثر اكتمالا من غطرسة ماي، وتتساءل ماي نادرا ما تميل إلى المغامرة والمخاطرة، فكيف انتهى بها الحال إلى مثل هذه المقامرة التي جاءت بمثابة استفتاء عليها هي شخصيا وخسرت فيه. ومن الانتخابات البريطانية إلى سويسرا، ونقرأ من الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي عنوان قرية سويسرية تمنع السياح من التقاط الصور. وقالت التفاصيل إن قرية بيرغون في إقليم البولا السويسري تتميز باحتوائها على منحدرات للتزلج تمتد لأكثر من 25 كيلو متر، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة وأشجار الصنوبر الكثيفة. وبسبب جمالية هذه المناظر الطبيعية الملفتة للنظر يسعى السياح إلى التقاط الصور في ربوعها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن القوانين في هذه القرية تمنع التقاط الصور ونشرها على الشبكة العنكبوتية لسبب يمكن أن يعتبره الكثيرون غريبا وخارجا عن المألوف. ويعود السبب في منع السياح من التقاط الصور
ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مراعاة مشاعر الأشخاص غير القادرين على السفر إلى هذه المنطقة السياحية الجميلة. وقال عمدة القرية معلقا على القرار: لا نريد أن يصاب الأشخاص غير القادرين على زيارة منطقتنا بالتعاسة عندما يرون صور المناظر الخلابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك قمنا بإصدار قرار بتغريم من يلتقط الصور. شبكة البي بي سي تابعت أحد الموضوعات المتعلقة بتطوير الصناعة في العالم، وقالت الشبكة: اليابان تبني سفنا ذاتية الملاحة بحلول 2025. قالت البي بي سي: بدأت شركات شحن يابانية التعاون مع شركات لبناء السفن من أجل تطوير سفن شحن ذاتية الملاحة، وستستعين السفن الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد أقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا وكفاءة للوقود. كما سيستخدم الذكاء الصناعي أيضا في التنبؤ بالأعطال التي قد تحدث وغيرها من المشاكل، وهو الأمر الذي قد يقلل من الحوادث البحرية. وتعتزم شركات الشحن بناء نحو 250 سفينة ذاتية الملاحة. كما سيتم التحكم عن بعد، وسيكون على متن المجموعة الأولى من هذه السفن الذكية طاقم صغير للإشراف على عمليات محددة، لكن هناك خططا لتطوير سفن ذاتية القيادة بالكامل في المستقبل. صحيفة الجارديان نشرت مجموعة صور لأبرز أحداث الأسبوع والتي التقطتها عدسات المصورين من مختلف أنحاء العالم. نتابع معكم مجموعة من هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.